الحقيقه الدراما في رمضان بيبقى ليها طعم تاني، الناس بتبقى من البدايه كده ابتدت تشوف وتتفرج ايه المسلسلات اللي موجوده، الوجبات مختلفه، وجبات كوميديه، وجبات شويه اجتماعيه، ويمكن احنا السنه دي في جرعه كوميديا تفرح الحقيقه، عندنا مسلسلات كوميديه كبيره فيها نجوم كبار، عتبات البهجه فيها الفنان الكبير حبيب الكل يحيى الفخراني، المجرد ظهوره على الشاشه بيوحشنا، وبقيله كذا رمضان ما كانش بيشارك وما كانش بيبقى موجود، الكبير قوي في الموسم الثامن ليه، وده نجاح وتاكيد على الاستمرار في النجاح، وده صعب الحقيقه انه تفضل مستمر في نجاحك للموسم الثامن على التوالي، ده تحدي كبير جدا بيعمله الكبير قوي للموسم الثامن، وبالتاكيد هيكون في مفاجآت كبيره داخل هذا الموسم علشان زي ما بقول لكم نفضل مستمرين في النجاح، لانه ده اصعب من النجاح نفسه. في كمان مسلسل بابا جه، مش عايزه انسى مسلسلات، يعني في مسلسلات كوميديه كتيره، فراوله للنجمه نيلي كريم، في عدد من المسلسلات الكوميديه اللي بكل تاكيد الناس مستنياها، يعني الجرعه الكوميديه في رمضان بتبقى الناس مستنيها، مع كمان الظروف الصعبه الناس بتهرب جوه الدراما والكوميديا بان هي بتصنع لها حاله من البهجه، وخصوصا انه احنا في رمضان بتبقى فرصه كلنا بنتجمع ونتلم على السحور وعلى الفطار، ما بيحصلش ده في الايام العاديه. ويمكن من اهم الفنانات اللي لمعت بشكل كبير الفترة اللي فاتت الفنانة سماء إبراهيم، ومشاركة السنة دي يمكن في 5 أعمال في دراما رمضان. مساء الخير على حضرتك الفنانة سماء إبراهيم، كل سنة وحضرتك بخير، وقبل أي شيء بعزي حضرتك في وفاة والدتك، أيام مباركة إن شاء الله، وربنا يعني يكتبها في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب، مساء الخير عليكم جميعا، أشكرك، ويا رب يا رب لكل الناس الخير والسعادة، ويا رب كل الناس اللي معانا او اللي رحلوا تبقى بركه ربنا علينا جميعا باذن الله. يا رب اللهم امين. ببارك لحضرتك على المشاركات السنه دي في رمضان 2024، 5 مشاركات، يمكن بابا جه وعتبات البهجه ومحارب ومسلسلين كمان اعتقد. لا اولا هم 4، اشكرك جدا. بمية راجل يعني صح؟ أو مسلسلات 15 حلقة ومسلسلات 30 حلقة. خليكي يبقوا 5، يعني أنا كان بحب رقم 5. أشكرك لذوقك جدا، يا رب تبقى الصلة خفيفة ولطيفة. ده من حظنا، يعني جرعة كوميديا إحنا محتاجينها. يا رب، في الحقيقة أنا سعيدة إنه حظي مع يعني فنانين ومخرجين ومؤلفين، صراحة أنا سعيدة إني معاهم، لأنه متعة فنية جدا لما بتشتغلي مع فريق عمل بيبقى واعي. كل التجارب صراحة اللي أنا فيها وده من حظي. القائمين عليها مهتمين بإنه يكون في جرعة وعي، على جرعة سعادة شوية، أي نعم التراجيديا برضو لابد منها أحيانا. لكن من حسن حظي إنه في توليفة لطيفة. احكي لنا كده عن عتبات البهجه اول حاجه، والمشاركه مع الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني، احكي لنا الكواليس عامله ايه؟ في الحقيقه، وطبعا طالما قلنا في الحقيقه هي والله الحقيقه يعني عتبات مبهجه جدا. يمكن البهجه هنا وخصوصا الدكتور يحيى الفخراني بهجته بتبقى بهجه عقل كمان. بدايه من المحادثات الاولى، لانه يا رب ابقى ضيفه لطيفه ضمن فريق العمل. يعني أنا بعتبر نفسي ضيفة، يعني هذا ليا إنه حتى لو تأثيري يبقى بسيط جدا إني أكون في عمل مشارك فيه دكتور يحيى الفخراني وكمان صحيح. الفنان القدير صلاح عبد الله، لأنه أنا كمان يعني دوري معاه، ودي حاجة ممتعة جدا جدا فعلا. يا رب كمان الطاقة دي تبقى واصلة للجمهور وإحنا وهو بيشاهد العمل. المخرج مجدي أبو عميرة، ورق الدكتور مدحت العدل عن روايه ابراهيم عبد المجيد، ففي توليفه من قبل ما اقرا اول حرف. عارفه لما قلبي كده يبقى مشتاق ان هو يبقى جوه العمل ده ولو بمشاركه بسيطه، فعلا 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 توليفه لها تقديرها. عتبات البهجه يمكن الجمهور ابتدى يشعر من اول البرومو قد ايه هو عمل يمس ارض الواقع، يمس الشارع ويمس العيله وفي فكره ورا المساله، بس بشكل انساني وفي طياته في امل. صحيح. وان شاء الله دايما يبقى في امل.
صحيح. ويمكن هي الكوميديا بتصنع ده، يعني مرورا بالبهجه والسعاده ومن القلب للعقل بتصنع الامل ده. الكوميديا اللي معتمده على مواقف بتبقى ممتعه، لانها هي بتبقى يعني موقف حياتي بيحصل فيه مفارقه ما، هو ده اللي بيخلي القلب يضحك قبل ما تحصل الكهكهه دي يعني. وده في حد ذاته امر لطيف جدا، لو يعني، لانه القلب لما بيبتسم افتكر انه بيفرق كتير قوي معانا في حياتنا. طبعا، عشان كده بقول لحضرتك جرعه الكوميديا دي احنا محتاجينها في رمضان ده. دكتور يحيى كمان حضوره دائما مبهج طبعا، ووحشنا في رمضان. استاذ صلاح عبد الله، عايزه اقول لك احنا مشاهدنا يعني، انا بخلص اجتماعهم الاثنين في عمل واحد كمان ده يعني ده هيصنع الكثير من البهجه الحقيقه اكيد يعني. جدا جدا جدا. وفي عندك عناصر فنيه من الجملة والزميلات كلهم نجوم في ادوارهم، وده شرف لي ان انا اكون في وسطهم بجد يعني. عايزه اكلمك كمان عن بابا جه مع اكرم حسني استاذ محمود البزاوي. يا نهار ابيض، ده كوميديا برضو، ودي برضو من ضمن الحاجات اللطيفه اللي جايه من ارض الواقع. مسلسل يعني 15 حلقه ده، سواء عتبات البهجه او بابا جه 15 حلقه، وبرده نظيفه معايا يعني. بصي، اسمحي لي يعني اشكر القائمين على العملين تحديدا، لان هم بيبحثوا في قضايا حقيقيه جدا، بس من خلال الكوميديا ومن خلال صوره فنيه لطيفه. المصورين للعمل ومهندسين الصور وكل اللي في الكواليس حريصين قد ايه على انه الصوره تطلع برضه فيها درجه من درجات الفن والبهجه والسعاده، وده على فكره بيفرق في تلقي العمل. طبعا، هو يعني المنتظر في النهايه ان احنا نضحك من قلبنا، لكن كمان نتعلم ونطلع من العمل باقصى قدر من الاستفاده. انا بالنسبه لي كانت التجربه الاولى، يعني انا اشتغلت مع دكتور يحيى الفخراني المسرح قبل كده سنتين مع بعض، انما اول مره كان اتقابل مع الفنان اكرم حسني. بالنسبه لي سعاده وفايده كبيره، لانه الكواليس كلها فيها درجه من درجات السعاده، وكمان على ان يكون في مره واثنين وثلاثه بروفات علشان المسرح يطلع قد ايه لطيف وصادق، وتبقى حتى لو في مدحة كوميديا فيه تبقى طالعه من جوه الدراما نفسها. صحيح. انا بجد سعيده اني اشتغلت معاها. احنا بنبارك لحضرتك ومنتظرينكم في رمضان. يعني الحقيقه كلنا من دلوقتي بنتفرج على يعني التيزرز كده بتاعت المسلسلات مره واثنين وثلاثه، ومنتظرين البدايه، وان شاء الله يكون موسم رمضاني قوي جدا. وعلشان ما انساش، بس لانه بابا جه، الأطفال اللي موجودين انتظروا قنابل فنية قادمة بإذن الله. أوتاكا الرائع، بالنسبة لي اكتشاف كل العناصر، مش عايزة أنسى حد. فعلا 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 انتظروا كوميديا لطيفة بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا الفنانة سماء إبراهيم، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.